السلام عليكم مشاهدي الكرام، معكم يتجدد اللقاء وبرنامج حوار مع جدالله، يقدمه لكم محمد جدالله. تحياتي لكم وشرفنا بكم. واليوم معنا فقرتين، الفقرة الأولى نتحدث فيها مع ضيفتنا الباحثة في شؤون الأسرة الأستاذة رضوى سمير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. والفقرة الثانية نتحدث فيها معكم عن التعصب بأنواعه وسبل وطرق علاجه. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسبحانه قرن بر الوالدين بعبادته في هذه الآية، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن بر الوالدين بالتوحيد وعبادته. لما لهذا الأمر من عظم شأن عند رب العالمين؟ وقرن عقوقهما بالشرك به، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فقرن عقوق الوالدين بالشرك به سبحانه وتعالى، لما هذا الأمر من عظم عنده سبحانه وتعالى. وقرن الشكر لهما بشكره سبحانه وتعالى فقال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى لما لهذا الأمر من أمر عظيم عند رب العالمين، الوالدين الوالدين الوالدين. وأكد في حال عصيانك لهما أو أمرهما لك بالعصيان، يعني إذا ما أمراك والديك بالعصيان، فقال جل وعلا في أمر هذا احتراما لهم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدين أحق أن نتحدث عنهم في كل البرامج، أحق أن يكون هناك وعي عام ثقافي في هذا المجتمع للوالدين لما أهدر من كرامتهم في المجتمعات مؤخرا. ومعنا ضيفتنا الأستاذة رضوى سمير، نتحدث في هذا الأمر معها حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نسألها سؤال بقى في برنامجنا، ما هو حضرتك عقوق الوالدين؟ هو للأسف هي ظاهرة انتشرت قوي الفترة اللي فاتت وبقينا نشوفها كتير حوالينا ومن ناس قريبين مننا، وطبعا هو عصيانهم وعدم البر بيهم وتطول عليهم طبعا باللفظ وبالفعل. بقينا فترة بنتابع وبنشوف على السوشيال ميديا ناس كتير قوي يعني عقل والديها. نعم. وبصراحه هي ظاهره مش كويسه وظاهره سيئه، ما ينفعش ان انا ابقى يعني ربيت وكبرت ويحصل بعد كده ان ابني مش بر بيا. ما ينفعش انا ربيت وكبرت عشان الاقي ولد صالح، الاقي بنت صالحه تقف جنبي تقف معايا، مش يردوا عليا، مش يغلطوا فيا، مش يهنوني. ما ينفعش. الام والاب دول حاجه كبيره، المفروض احنا كلنا سمعا وطاعه، بدل ما فيش حاجه بتعصي الخالق، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا. طب حضرتك شايفه ايه هي اسباب العقوق، اسباب العقوق اللي بقت منتشره في المجتمع دلوقتي؟ يعني اول حاجه وده بالنسبه لي هي اهم حاجه، طبعا هي حاجات كتير بس انا اول حاجه بالنسبه لي وهي اهم حاجه طبعا اطعام الابناء من مال حرام. يعني كل لحم نبت من حرام وكل جسد في النار اولى به. الله يفتح عليك يا دكتور. طبعا دلوقتي انا واحد شغال في مكان المفروض ادخل على اسرتي يعني مال حلال عشان لما هاجي يا ربنا يكرمني بذريه يطلعوا نبتين من منبت حلال. تمام. بل بالعكس انا بروح اشتغل في مجال طبعا الا من رحم ربي، مجال معلش يعني نص مكسبه حرام او نقول فيه شبهه حرام. نعم. ما تبقاش بقى منتظر ان يطلع لك اولاد نبتة كويسة وناس كويسين وأبناء تتشرف بيهم. ما هو أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الله ينور يعني عليك. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والأولى بقى بالدعوة التربية طبعا. أو يعني لازم فيما يكون بعد. في نقاش في البيت، لازم يكون في تفاهم أسري، لازم أقعد مع ابني وتابعه وتابع سلوكه الديني
لان في ناس كتير دلوقتي التنشئة عندها تقصدي حضرتك التنشئة؟ اه التنشئة دلوقتي ما بقاش فيه يعني بقى فيه وزع ديني، فمحدش بقى فاهم اي حاجة، كل واحد بيتعامل على بيترجم الدين بمزاجه. الابناء دلوقتي طبعا السوشيال ميديا واخدة الابناء والتليفونات، وطبعا ما فيش مراقبة في البيت. انا واثقة في ابني خلاص، وانا واثقة في بنتي ما ينفعش، ماشي هما تمام انت واثقة فيهم وكل حاجة، بس لازم يبقى فيه متابعة. طيب ماشي، خلينا نتكلم برضو بواقعية اكثر، يعني لما هو يعني يدار في واقع المجتمع. اتفضل. دلوقتي الام مشغوله بالبيت وبالنظافه وبالمتابعه والحاجات دي كلها، ده ان لم تكن تعمل يعني ان لم تكن تعمل في وظيفه مثلا، وبتيجي مثلا مؤخرا لابنائها وكده، تمام؟ يعني هنعتبر ان هي ربه منزل، هي مشغوله معظم الوقت. الاب نفس القصه، مشغول معظم الوقت، بيطلع من شغل للتاني. طيب دلوقتي اصبح ان ما عنديش مصدر للثقافه غير المدرسه، ما حدش بقى، ما فيش تنشئه، حتى دور الكتاتيب بتاعت زمان اللي كانت منتشره في القرى والارياف ما بقاش موجود. طيب. تبدل الامر كله بالسوشيال ميديا والتليفونات الحديثه اصحاب السوق واصدقاء السوق. يعني انا عايز اقول التنشئه بقت فيها مشكله كمان، فدي بتؤدي لكثره عقوق الوالدين. معلش، ما هو دلوقتي بقى فيه لهو على الماديات. ما هو انا دلوقتي ست مثلا معايا اربع اطفال، زوجي طبعا غصب عنه مضطر ان هو عين ينزل شغل واتنين، وبيضيف على نفسه شغل علشان خاطر يحاول يبقى فيه دخل مادي عائد كويس لعيالي. تمام. وانا بروح شغلي مثلا وبرجع متاخره، فطبعا ما فيش مراقبه قوي اللي هو انا تابع قوي قوي او ممكن اشوف. طيب صحاب السوق دول، انا لو 10 دقايق هقعدهم مع ابني اعرفه ان ما ينفعش، احنا يا ابني في كذا، احنا متربيين على اصول دين كذا، اعرفه اصول دينه، اعرفه ان لازم يكون في على الاقل لازم وتر يومي يقرا كده يعرف عن طب دينه. اذا كان حضرتك النهارده 90% من النساء والامهات مشغولين، خلينا نتكلم بصراحه بقى والراي العام ما يزعلش مني لان انا صريح جدا، يعني مشغولين بنسبه 90% في ان هم ماسكين يعني التليفونات وقاعدين مشغولين بالواتساب وبالفيسبوك وبالانستجرام ومتابعه الاخبار، يبقى ضعيف فينا احنا. يعني مين اللي هينشأ ومين اللي هيربي؟ ما هي دي القضيه اللي انا بتكلم فيها. ما هو حقوق الوالدين بيكون ليه اسباب طبعا. من ضمن الاسباب سوء التربيه. طب سوء التربيه النهارده بقى يعني للاسف، يعني عايزين نقول ان عايزين تقويم للاسره، تقويم للمربين. طب ماشي، ما هنعمل ايه؟ طيب ما هو دلوقتي كل ست وكل رجل في شغله غصب عنه مشغول، غصب عنه عايز يدخل عائد مادي، طب هيعمل ايه؟ لازم يبقى في رقابه بقى. في رقابه، المفروض ان وسائل الاعلام دايما يكون في وعي ديني على التلفزيون، ان طبعا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب لازم يكون في حلقات وفي حاجات وعي ديني، عشان لو احنا حتى مشغولين اكيد ابني هيخش هيتابع اي حاجه هتيجي قدامه هيقراها. مره في مره اكيد الموضوع هيشده، هيبقى في رقابه من مجال تاني. لكن طبعا دلوقتي بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي حاجات ما ينفعش اصلا، يعني ابنائنا يتعرضوا، ما ينفعش اشوفها. صح، استحاله. تمام. وحتى لو هم كبار ما ينفعش، بتبقى حاجات خارجه. فطبعا لازم يكون في توعيه دينيه على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات وعلى كل البرامج. طب اصدقاء السوق؟ لا، اصدقاء السوق دول انا بقى معناه يعني هل لهم سبب في عقوق الوالدين؟ ايوه طبعا. انا دلوقتي لو انا مربيه ابني تربيه كويسه وجي واحد معلش زي ما انت حضرتك بتقول ان هم اهله مشغولين عنه او مسافرين بره وسايبينه قاعد مع تيتا. تمام. وطبعا تيتا الله يعينها ويقويها ست كبيره خلاص، والفلوس بتيجي من بره طبعا، وخلاص يعني. هي كمان ست كبيره، هي خلاص المفروض كان دورها انها تقعد بقى وترتاح، بل بالعكس ده هي هو ده هم كمان سابوا الحمل عليها. غصب عنها مش هيبقى في رقابه، غصب عنها هيجي واحد زي ابني مثلا متربي وجاي مثلا معاه واحد زي كده فلوس معاه بزياده، ومفيش حد، مفيش رقابه عليه، مفيش اب، مفيش ام، مفيش اي حاجه، وفي سوشيال ميديا وفي خروجات وفي كافيهات. ودلوقتي طبعا بعد الكورونا كل حاجه طبعا انفتحت تاني، وبقت ده بقى بيؤدي الى سوء الاخلاق مما ينعكس عنه عقوق الوالدين. ايوه طبعا. فطبعا صحاب السوق اليوم طبعا شان كبير في الموضوع ده. طب ايه واجبات حضرتك الاباء والامهات تجاه ابنائهم؟ اطعامهم حلال. ماشي، ما احنا قلنا الكلام ده. اطعامهم حلال والمراقبه الدينيه والتوعيه الدينيه والمعامله بالمثل، وبلاش بقى التفرقه في المعامله. بلاش اقول له ده انت شوف اخوك احسن منك، انت شوف ده انت اختك ما شاء الله عليها، ده انت مش نافع، ده انت فاشل. طول ما انا بهبط من طول ما انا بهبط من عزيمه ابني. يعني حضرتك شايفه ان الاسلوب الشديه في التعامل مش مطلوب يعني. لا مش مطلوب. اصل انا هفرق، لو عندي اربع اطفال هاخد واحد فيهم حلو والباقي اقول له ده انت فاشل، ده انت مش نافع. طب ما هو اصلا مع الوقت انت كده بتهبطي من عزيمته. ما يمكن هو مثلا بيلفت نظرك ليه، بيعمل حاجه تزعلك عشان يلفت نظرك ليه، تهتمي بيه. بس المفروض في مراقبه في البيت. طيب واجبات الابناء تجاه ابائهم؟ الطاعه. الطاعه فيما لا يعصي الخالق. ماشي. ويكون في بر وصله رحم. لان صله الرحم دي يا دكتور عايزين بعد اذن حضرتك يعني نعمل لها حلقه.
لان صله الرحم انقطعت، ما بقاش فيه دلوقتي صله رحم. حضرتك دلوقتي قبل الهوا كنت بتقولي ان في حالات كتير جدا تعرفيها امهات تركت يعني بيوتهم بسبب زوجات ابنائهم. والله ايوه حصلت، وراحوا دور المسنين. ولسه كنت بتحكي عن حالات كتير يعني عندكم في موضوع شؤون الاسره. ايوه يعني انا دلوقتي ربيت ابني وكبرته وجوزته وبنيت له بيت وقعد معايا في البيت، تيجي مرات ابني شهر واتنين كويسين مع بعض، بعد كده الامور بتتغير، انت بتجيب لمامتك وانت جاي، انت بتسال على مامتك، انت بتنزل تبوس ايد امك وراس امك، دي عملت دي سوت دي خلى قومتني من بدري، الكلام اللي هو العام اللي بيتعمل في كل البيوت دلوقتي. طبعا يضطر بقى الابن يتطاول على مامته بسبب القصف. ده في بيتطاول بالسب والقصف والضرب. ما بقول لحضرتك بالسب والقصف طبعا يعني اهانه بكل المقاييس. بتضطر الام تلجا تروح فين؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب امه ملعون من سب اباه. يعني ده ملعون يعني مطرود من رحمه الله عز وجل، ويعجل لعاق والديه عقوبته في الدنيا قبل الاخره. وبعدين انا دلوقتي لما تبقى امي وابويا راضيين عني انا ليا بابين منورين في الجنه. نعم. ما بالك بقى لو العكس، بابين من نار. طب انا ليه؟ طب ما انا اسمع كلام مراتي ليه؟ ما انا ممكن اهدي الموضوع، وده بيحصل في كل بيوتنا دلوقتي. بل بالعكس تضطر الام يا عيني تبدا او الاب يروح بقى خلاص كبر في السن وهي مش عايزه تخدمه مرات الابن خلاص، وطبعا الابن ماشي وراها خلاص تمام بيعيني بيروح ياخد تاخد مكان في دار مسنين. احنا دلوقتي يا دكتور احنا ماشيين مثلا في بالليل مثلا مروحين او كده بنلاقي ناس كبيره، ستات كبيره ورجاله كبيره، يعني بيصعبوا على الواحد يعني واقفين في الاشارات عشان يشحتوا. أيوة. والصدفه حصل حوار بيني وبين ست، فدي انت بنتي ليه واقفه كده بالليل ويعني ليه؟ قالت لي عشان انا ماليش حد. فبقول لها ازاي مثلا ما فيكيش اولاد؟ قالت لي لا ده انا ليا اولاد. واتفاجئت ان ابنها دكتور. ابنها دكتور؟ انا تخيلت ان هي عندها زهايمر. آه. مع الكلام معاها عرفت ان هي اصلا ابنها دكتور، وان هو عاق بيها وبيضربها ومبهدلها وباباها يعني وجوزها متوفي، فملهاش حد، هو ولد واحد. تفاجأت ان هي كمان بتحكي لي ان هي اصلا وهي حامل فيه تعبت واضطرت لشرد الرحم، وان هي ما بقاش عارفه تنجب اطفال تاني بسبب الشخص ده، بس الواد الوحيد ده، وربته وكبرته وطلع دكتور. يبقى في الاخر امشي ورا الشهره والماديات ورا كلام مراتي واهل مراتي وارمي مامتي في الشارع؟ ده يعني لا يعلم، ده العق فعلا، ده يعني لا يعلم عقابه الا الله. بس يعني فعلا الموضوع ده انتشر بكثره وما بقاش فيه رقابه، ما بقاش فيه رقابه خالص. ده في حضرتك يعني انا في بعض الحالات بسمع ان هم بيودوا يعني امهاتهم مصحات نفسيه، بيودوهم بايديهم. يعني انا اعرف حاله بقى جارتي، مسنين كمان. انا اعرف حاله جارتي كانت كويسه معانا وفجاه ما لقيناهاش، اختفت. نسال عليها ابنها وبنتها وما نعرفش حاجه عنها، تفاجئنا ان هم حاطينها في دار مسنين وكمان مش سايبين اي ارقام تليفونات تدل عنهم كمان. يعني اللي هو خلاص هي خلصت مهمتها في الحياه وجابتنا وربتنا وعلمتنا واتجوزنا كمان، يعني هي المفروض كانت جده. ودوها دار مسنين عشان هي دخلت في مرحله الزهايمر، هما ما بقاش عندهم طاقه يشيلوها. طب ما دي مامتك اللي شادك 9 شهور وغريب بيك وكنت بتتعب وبتسخن بتسهر جنبك، جاي النهارده لما انت كبرت وبقيت حاجه مهمه وهي تعبت مش مستحملها ما تشيلهاش؟ ده عقوبهم ايه الناس دي؟ يعني انا مش عارفه والله. هو يعني كل يعني ده من الكبائر، يعني عقوق الوالدين من الكبائر ومفيش فيها نقاش. يعني ما بقاش حد فيه عاري يعني في البلد هنا او في المجتمع عموما عارف ان لما انا ارضي امي ربنا يرضى عني. كنا زمان كده ايه ابهاتنا كده، ويعني احنا مش كبار قوي بس كنا زمان كده واحنا صغيرين كانت امي تقعد معانا تقول لنا ايه انت عارفه لما ترضيني ربنا يرضى عنك، ربنا نعم. يفتح لك بيبان. ما هو مفيش بعد رضا الوالدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم انف من ادرك ابويه او كلاهما ولم يدخلا الجنه. دلوقتي يعني بقى يعني هلك من ادرك ابويه او كلاهما وبرضاهم ما يخشش الجنه. لا. فلازم ان احنا يكون عندنا يعني اهتمام بالاباء والامهات ونعيد النظر في هذا الامر. يعني مهما كان المشاكل ومهما كان الخلافات ومهما كان، فالدنيا الى زوال. صح. الدنيا الى زوال، الدنيا الى زوال، كل من عليها فان. صح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. فما فيش حاجه مستاهله ان انت تقطع والدك او والدتك لاي سبب إن كان، سواء ظلمك في ميراث، ظلمك في ورث، ظلمك في اي يعني مظلمه دنيويه. انت اكبر من ان يعني تكون انت يعني عاقل والديك، لا، انت تروح له وتبوس على ايديه مهما كان، تيجي على نفسك. ربنا يعني بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وده ابوك وامك، فما فيش فيها نقاش. معانا الشيخ عصام شاهين مدير عام بالاوقاف. يتفضل. اتفضل يا شيخ عصام. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بكم، مرحبا بسادة الضيوف. اهلا يعني بحضرتك، نورتنا يا شيخ عصام، وبنسعد والله بالحديث مع حضرتك. ربنا يبارك فيكم وتعالى في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. امين. اتفضل يا شيخ عصام، قول لنا بعض النصائح كده يعني لعاق والديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الرسول رحمه للعالمين. طبعا ان الانسان له اصل وفرع، فالابوين هم اصول الانسان، فمن لم يكن له اصل لم يكن له فرع. والانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما شئت كما تدين تدين. فانت اذا كنت طائعا لوالديك سخر الله لك اولادك ان تكون طائعا طائعين لك. نعم. هكذا امرنا الشارع الحكيم. وايضا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وسال عن ابويه قال: هما جنتك ونارك، فإذا أطعتهما كان سببا في دخول الجنة، وإذا عصيتهما كان سببا في دخولك النار، مهما عبدت ومهما سجدت. ولكن احنا نرى في هذا المجتمع، نرى أناس كثيرون من أجل المال يعصون أبنائهم ويشتمون أمهاتهم. فهذه أشياء اعلم أنك إذا فعلت ذلك سخر الله لك أولادك أن يفعلوا مثلك. فيجب علينا أن نطع الله تبارك وتعالى كما أرانا. في القرآن كله ما شفناش آية واحدة وصت الأب على الابن، لأن الأب بطبيعة الحال غريزة يعطف على ابنه ويحرم نفسه من أجل أولاده، يخرج اللقمة من فيه من أجل أولاده. ولكن وجدنا الآيات كلها توصي الأبناء على الآباء: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، أو توصية الأبناء على الآباء من أجل أن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. حتى أن جعل الطاعة في الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. فهذا شاب حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يجاهد قال: ألك من أبويك حي؟ قال: كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. نعم. انظروا إلى هذه القيمة، وانظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: إن أنت ما تأذيش أبويك حتى لو بأقل كلمة فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم. أف، قال العلماء لو أن هناك كلمة أقل من كلمة أف فذكرها المولى تبارك وتعالى. ولكن نرى أشياء كثيرة في مجتمعنا، من يشتم ومن يسب ومن يحرم أمه، يعني أشياء يفضل زوجته على أمه. هذه أشياء نهى عنها الشارع الحكيم، فلا بد أن نطع الله تبارك وتعالى في أبوينا حتى يدخلانا الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. وأختم بقول الشاعر حينما قال: أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وطع أباك لأنه رباك في عهد الصغر، واخضع لأمتها ورعاها فعقوقها إحدى الكبر. لا فض فوق شيخنا الجليل الفاضل العزيز اللي دائما وأبدا بنستفيد من بحر علمه. نفع الله بك الجميع وجعله في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ورزقنا وإياك الإخلاص، وأشكر حضرتك جزيل الشكر. الله يبارك فيك، شكرا لك وشكرا لسادة الضيوف، وجعل الله في ميزان حسناتكم. حفظكم الله، حفظكم الله، في أمن الله وأمانه. مشاهدين